من مقبرة وادي السلام بجوار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، اليوم متجهين إلى قبر الفنان الحاج محسن العزاوي، اللي هو محسن أحمد محمد العزاوي، مواليد 1939 ميلادية. هو مخرج وممثل وباحث مسرحي عراقي، له أكثر من 70 عملا مسرحيا. ولد الفنان محسن العزاوي في عام 1939. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. ولد الفنان محسن العزاوي في عام 1939 ميلادية في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اليوم رجعت لكم بحلقة جديدة من مقبرة وادي السلام، متجهين إلى قبر الفنان الكبير بأعماله اللي هو الفنان محسن العزاوي اللي موجود مقبرة وادي السلام بشارع الطوسي. تعالوا يانا إلى قبر الفنان محسن العزاوي. ولد في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، وترعرع في أحضان عائلة متوسطة الحال، وبدأ مشواره الفني ليقف مخرجا لأول عمل كتبه عزيز عبد الصاحب، وهو زلزال رقم 16 عام 1958 ميلادية، لتستمر رحلته مع الإخراج والتمثيل. طبعا الفنان محسن العزاوي حصل على العديد من المناصب والشهادات، ومنها خريج معهد الفنون الجميلة قسم المسرح ببغداد، وخريج أكاديمية الفنون الدرامية والموسيقية، وبراغ جمهورية تشيكو سلوفاكيا سابقا، وحاصل على الدكتوراه من جامعة تشارلز كلية الفلسفة براغ. تولى الفنان محسن العزاوي بعد ما رسلونا الأصدقاء وطلبوا من عندنا أن نوصل إلى قبر الفنان الحاج محسن العزاوي، اليوم قدرنا نوصل له بعد ما تواصلنا ويا ابنه والمغامر علي العراقي اللي من أهل البصرة. قدرنا نوصل إلى قبر الفنان محسن العزاوي، اللي يحب يجي هو موجود بمقبرة وادي السلام بشارع الطوسي مقابل عمود 410، فتقدر تجي إليه موجود بهذا المكان. رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بذكر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، الفاتحة. لقد تولى الفنان الحاج محسن العزاوي عددا من المواقع والمناصب الفنية والإدارية، ومنها مدير الفرقة القومية للتمثيل للفترة ما بين عام 1975 إلى عام 1982، وأيضا مدير الفرقة القومية للفنون الشعبية بين عام 1987 إلى عام 1991، وأيضا منصب مدير ومشرف فني لمهرجان بابل الدولي من عام 1987 لعشر دورات متتالية، وأيضا مدير مفوض لشركة بابل للإنتاج السينمائي والتلفزيوني، وأيضا عضو في نقابة الفنانين العراقيين. وأيضا شارك الفنان محسن العزاوي في العديد من المهرجانات والمؤتمرات العربية
الدولية. جولتنا لهذا اليوم أم مقبرة وادي السلام، يم واحد من الفنانين والمشاهير اللي موجود قبره مقبرة وادي السلام بشارع الطوسي، هو الحاج محسن أحمد محمد العزاوي اللي اندفن قبل فترة. طبعا الوفاة مالته هي 7/5/2023. اللي يحب يتواصل ويانا على قبر واحد من الفنانين أو الشعراء أو الشخصيات المهمة اللي موجودة بمقبرة وادي السلام أو بغير مقبرة، خلي يتواصل ويانا على الخاص اللي موجود بالوصف ويعطينا العنوان المضبوط واسم الدفان حتى نقدر نوصل له بسهولة. أما إذا تعطينا اسم فمثل ما تعرفون مقبرة وادي السلام بيها ما يقارب 20 مليون أو 30 مليون قبر، فصعوبة تقدر تحصل القبر اللي تريده، لأن مثل ما تشوفون المقبرة لقربها وتشرفها بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، لذلك كثرة الدفن والقبور بهاي المقبرة لوجود علي بن أبي طالب عليه السلام وكل من يدفن إلى جوار علي بن أبي طالب، فهذا يعتبر فخر وشرف إليه. أما إذا تطينا قبر وإحنا ما تطينا العنوان مالته فبصعوبة تقدر توصل، هاي نقطة. النقطة الأخرى، فاللي جاي يجاوزون بالتعليقات ويجاوزون على الميت، سواء الميت كان مسيء أو مو مسيء، فأنت ما تقدر تحاسبه، لا أنت تحاسبه. لقد شارك الفنان الحاج محسن العزاوي في العديد من المهرجانات والمؤتمرات العربية والدولية، ومنها مهرجان دمشق للفنون المسرحية في سوريا، ومهرجان القاهرة الدولي في جمهورية مصر العربية، ومهرجان المسرح الأردني في عمان في الأردن، ومهرجان ملتقى صقور الرشود في الكويت، ومهرجان القاهرة التجريبي 14 في مصر، والمهرجان الدولي للسينما والمسرح والتلفزيون في القاهرة بمصر، ومهرجان مسرح الطفل في عمان الأردن، ومهرجان قرطاج المسرحي في تونس، ومهرجان الطفل في ليبيا. جولتنا لهذا اليوم مقبرة وادي السلام، يم واحد من الفنانين البارزين اللي هو الحاج محسن العزاوي أو محسن أحمد محمد العزاوي، اللي موجود مقبرة وادي السلام شارع الطوسي، اللي يوم 7/5/2023 بناء على طلب الكثير من الأصدقاء والمحبين اللي طلبوا من عندنا أن نوصل إلى قبر الفنان محسن العزاوي ونسوي لهم دليل إليه حتى يوصلون إلى قبر الفنان محسن العزاوي ويندلوا وصورة الفاتحة. طبعا بعد التواصل ويا ابنه الفنان سنان وعلي العراقي من أهل البصرة، قدرنا نوصل إلى قبر الفنان محسن العزاوي اللي موجود بمقبرة وادي السلام. اللي يحب نصور له ونوصل إلى قبر واحد من الفنانين أو الشعراء أو الشخصيات السياسية المهمة اللي موجودة بمقبرة وادي السلام، خل يتواصل ويانا على الخاص ويعطينا العنوان المضبوط، عنوان القبر بيا مكان وبيا فتحة، وأيضا يعطينا اسم الدفان حتى نقدر نوصل له بسهولة. أما إذا تعطينا فقط اسم فأنتم مثل ما تعرفون مقبرة وادي السلام بيها ما يقارب 20 مليون أو أكثر أو أقل من 20 مليون قبر بهاي المقبرة، فصعوبة تقدر توصل لهاي القبور وتقرأ له سورة الفاتحة. أما اللي يريد فخل يعطينا العنوان المضبوط حتى نقدر نوصل له بسهولة. أما اللي جاي يجاوزون بالتعليقات ويحجون على الميت، فالميت هسه صار بجوار رب العالمين وهو اللي يحاسبه، مو انت ولا اني نحاسبه. كل احنا بينا عيوب وكل احنا بينا ذنوب، فاحنا الجدير بينا خلينا نحاسب انفسنا قبل ان تحاسبوا، هذا قول الامام علي عليه السلام.
أما أنت تحكي على الميت فهذا غير جائز، إذا أنت حاسب نفسك بعدين حتى تحاسب غيرك. واللي جاي يقول أنت تدور لايكات وتدور تعليقات، أنا ما جاي أدور تعليقات، لا جاي أدور لايكات، لأن الناس جاي تطلب من عندنا وإحنا نمشي نلبي طلباتهم ونوصل إلى القبر اللي يردونه. وللعلم والاطلاع، أول شيء أنا مو من النجف، أنا رجال من الديوانية وجاي أجي مجازف حياتي ومجازف بالطريق وخطورة الطريق، وجاي أوصل إلى مقبرة وادي السلام ولبي طلباتكم. فكل هذا التعب يعني ما نستحق أن تدعمنا بلايك، أن نسوي لنا مشاركة للقناة حتى تصعد قناتنا لكل الناس، كل المحبين للشعراء والفنانين، حتى من خلال هذا الفيديو يقدرون يوصلون له ويقرون له سورة الفاتحة. كل هذا التعب فإحنا نستحق أن تدعمنا بلايك وأن تشترك بالقناة وتسوي مشاركة رابط القناة من خلال الأهل والأصدقاء والمتابعين والأقارب، حتى تصعد قناتنا ويصير عندنا دعم وواهس ويشجعنا أن نستمر بالتصوير ونوصل إلى كل الأماكن اللي أنتم تبون. الفنان محسن العزاوي له العديد من الأعمال في التمثيل والمسرح والإخراج. يوجد العديد من القصص، حوادث واغتيالات اللي صارت لهم قصص وحكاية، فاللي يعرف من هذه القصص والمجازر خلي يتواصل ويانا حتى نسوي لهم حلقة وننزلها على قناة اليوتيوب. انتظرونا بحلقة جديدة راح ننزلها لكم على قناة اليوتيوب، وخلي اشوف من عندكم الدعم ولايك لهذا الفيديو اللي هي قصة مزرة عروس الدي جي. هاي العروس اللي حالها حال اي امرأة عراقية تفرح بيوم زفافها، وتم زفافها من مدينة الدجيل الى بغداد مدينة التاجي، وتعرضت بمنتصف الطريق الى عملية خطف هي واهلها وزوجها واهلها، وتعرضت الى الاغتصاب والقتل وقص صدرها ورموها بالنهر هي والنساء والاطفال والرجال ايضا. انتظرونا بالحلقة القادمة الشيقة إن شاء الله. إن شاء الله. فاللي يعرف قصة من قبيل هذه القصص مثل قصة عروس مندلي وغيرها من القصص حتى يتواصل ويانا، وراح ننزلها لكم بقناة اليوتيوب. جولتنا اليوم مقبرة وادي السلام كانت جدا تعبة، خصوصا الجو كلش حار. وصلنا اليوم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم يم قبر الفنان الحاج محسن العزاوي. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد من الفيديوهات، وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توفي الفنان الحاج محسن العزاوي في صباح يوم الأحد المصادف 17 شوال 1444 هجرية الموافق 7/5/2023 ميلادية، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 84 سنة.